طريقة تحويل اللابتوب إلى شاشة عرض ثانوية للابتوب آخر أو كمبيوتر مكتبي. نضغط على إبدأ ثم الإعدادات ثم نختار النظام، نمر نحو الأسفل نختار العرض على هذا الكمبيوتر، نضغط على ميزات اختيارية ثم نضغط إضافة ميزة، نختار ميزة جهاز عرض لاسلكي، نحدد الميزة ثم نضغط تثبيت، ننتظر حتى اكتمال التثبيت. بعد اكتمال التثبيت نضغط رجوع، نختار متوفر في كل مكان أو على الشبكات الآمنة. يمكن اكتشاف هذا الكمبيوتر فقط عند توصيله بمصدر طاقة، نلغيه في حال الكمبيوتر غير متصل بالطاقة، ثم نضغط على تشغيل تطبيق الاتصال للعرض على هذا الكمبيوتر. تظهر هذه النافذة. الآن ننتقل إلى الكمبيوتر الآخر اللي بدنا نعرض شاشته على هذا الكمبيوتر. من الكمبيوتر الآخر نضغط على إبدأ ثم الإعدادات ثم النظام جهاز العرض، نمرر نحو الأسفل نضغط على الاتصال بجهاز عرض لاسلكي. يبدأ الكمبيوتر بالبحث عن الأجهزة، وجدت هذا الجهاز المطلوب، نضغط على الجهاز، نلاحظ جاري الاتصال بالجهاز الآخر. كما تشاهدون تم عرض شاشة الجهاز على الكمبيوتر الآخر. الآن تم تكرار الشاشة على الجهازين، لكن إذا كنت أريد عمل شاشة إضافية نمرر نحو الأسفل نضغط على تكرار أجهزة العرض هذه، نختار توسيع أجهزة العرض هذه. مثل ما تشاهدون احتفاظ بالتغييرات، أصبح اللابتوب الآخر عبارة عن شاشة عرض إضافية. بإمكاني فتح المتصفح، مثلا فتحت المتصفح بهذا الجهاز بإمكاني نقله إلى الشاشة الإضافية.